الأستاذة مي ماجد ولية أمر وعضو حملة لا لمقابلات المدارس. أستاذة مي مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي أستاذة مي. قولي لي أنت يعني عندك طفل طفلة قدمت في مدرسة معينة واترفضت؟ بص، بصراحة أنا ابني لسه سنتين، بس أنا اللي عملت الحملة دي بسبب الابتزاز اللي حسيت بيه من الأهالي، التجارب اللي مروا بيها. الصراحة استفزيت، زائد ان انا ام حسيت ان انا ممكن امر بالتجربه دي السنه الجايه. انا مش عايزه اعمل في ابني كده، انا مش عايزه ابني يحصل له اللي ايه بيحصل اللي ده. بيحصل طيب للتجارب اللي حضرتك بتتكلمي عنها وبتشيري اليها؟ بس هو الموضوع باختصار، احنا كنا في جروب امهات كده بيدي سبورت لبعض، يعني لو حد عنده سؤال مثلا وهو بيقدم في مدرسه يبعت، لو حد مثلا عنده سؤال في حاجه ليها علاقه بالاولاد بيبعت. فلقيت كذا ام بتسال على انترفيو المدارس، وبتسال اسئله غريبه جدا. يعني اول واحده كانت بتسال بنتها عندها سنتين وعشر شهور راحت تعمل انترفيو، دخلوها مع ميس لوحدها، وبعدين بعد ما دخلت هي مش بترد على الميس، فالميس قالت لا دي حاجه غريبه جدا، هي مش بترد عليا. فالاب كان دخل ابتدى يسال البنت الاسئله، فردت عليه فقالت لا مش هينفع عشان هي ما عملتش اي كونتاكت معايا، ما بصتليش وهي بتتكلم. حضرتك بتتكلم على طفله عندها سنتين وعشر شهور، فأسباب غريبة جدا. وواحدة تانية كانت رايحة تقدم، ابنها شايف البلاي اريا وهو داخل او منطقة الالعاب، قرر ان هو عايز يلعب مش عايز يدخل. فلا حضرتك كده في مشكلة، ده شكله مش عايز يدخل معانا. ابتدوا بقى بعدين، ما اول ما ابتدينا نعمل هاشتاج الصراحة انا استفزيت، فقلت للناس طب يا جماعة انتوا ليه بتوافقوا كده؟ يعني ليه كلنا طالما كلنا متضايقين من حاجة زي دي، ليه بنوافق ان اولادنا يمروا بتجربة بهذه القساوة؟ وناس بقى اترفضت حضرتك يعني، وبيترفضوا قدام يعني بيقولوا للطفل، يعني بيقولوا يعني انا مش عارفه ازاي دول فعلا، يعني بيبقى في ناس تربويين بتعمل كده. يعني ان حضرتك بيبقى قدامك طفل صغير وتقول قدامه انت ما نجحتش، او انت او مش هينفع تدخل معانا المدرسه، او او طب او باعتبارك باعتبارك يعني متابعه للقضيه دي يا استاذه مي، نوعيه المقابلات او الانترفيوز اللي بتتعمل مع الاطفال دي بتتم زي مثلا ما بتتم في دول اخرى، دول يعني مثلا المدرسه اللي هي مثلا سي مثلا مدرسه تتبع دوله معينه بره، مش عايز اسمي علشان بس ما نبقاش يعني بنقول كلام ضد او مع، هل القواعد بتاعه اجراء المقابلات مع الاطفال الصغيرين دول هي نفسها اللي بتتم بره في المدرسه الام مثلا في البلد الاوروبي خلينا نقول؟ بص انا هقول لك حاجه، المشكله بقى اللي بتقابلنا هنا ان انا مش قادره اقول لحضرتك ايه القواعد الموجوده هنا اساسا. يعني كل مدرسه عامله لنفسها قواعد، كل المدرسه عامله لنفسها طريقه انترفيو مختلفه تماما عن المدرسه الثانيه. فانا مش قادره اقول لحضرتك حتى المدرسه مثلا اللي بتتبع النظام ده متبع نظام الدوله الام ولا لا، لان انا كل مدرسه ليها نظام، فاهم حضرتك؟ هو ده اللي مضايقنا، ان مفيش اليه واحده بتحكم المدارس بطريقة عمل الانترفيو ده. واحنا بنتكلم على سن كريتيكال جدا، يعني احنا بنتكلم على سن سنتين، من اول سنتين ونص لسنتين وثمان شهور لغايه اربع سنين، فسن صغير جدا انه يمر بهذه التجربه القاسيه اللي ما ليهاش اي قواعد. فكل مدرسه بتجود يعني حسب السيستم بتاعها وحسب الدنيا بتاعتها بيعملوا نظام انترفيو معين بيهم. واسباب الرفض حضرتك بتبقى غريبه جدا. يعني في بقى امهات بعتوا لي ابنهم اترفض عشان مش عارف الفرق بين اللايت جرين والدارك جرين، يعني هو بيسالوه ده لون ايه؟ فقال لهم جرين. كتر خيره يعني ما عارف ان اسمه جرين بالانجلش وفي السن ده. فقالوا له ده لايت جرين ولا دارك جرين؟ ما عرفش، اترفض. حد تاني ده مين ده؟ ده ظابط. طب ده ظابط نوعه ايه؟ الولد ما عرفش يعني ايه نوعه ايه؟ اترفض. المفروض كان يقول لها ده ظابط جيش ولا شرطه، حضرتك متخيل؟ فكل مدرسه بتسال بقى اسئله. واحده برضه بتقول لي ابنها بيتسال الفاندا بتاكل ايه؟ الباندا. انا المفروض والله انا ما اعرف، حتى لو يعني انا اعرف حيوان الباندا، بس يعني اعرف انه في طريقه للانقراض، بس بياكل ايه ما اعرفش، ممكن بياكل موز زي يعني القرود مثلا، يعني حاجه غريبه. اسئله حضرتك ما انا وعارف حضرتك المشكله برضه في ايه، ان المدارس بيبقى مثلا عندها 50 سبوت مثلا بس هي اللي بتقبل بيه، وبتفتح الابلكيشنز ل 2000 بني ادم يقدموا، وبتاخد طبعا فلوس كل الناس دي. بيجي بقى طبعا اسباب الرفض، انا دلوقتي قدامي ان انا ارفض 1500 واحد عشان اقبل 500 او اقبل حتى اقل من 500. طب تبقى اسباب الرفض فعلا غريبه. يعني واحده كانت لسه بعتالي برضه بتقول لي بنتها راحت وعملت انترفيو وجاوبت على كل حاجه،
وخارجه مبسوطه جدا. ثاني يوم بعت لها معلش البنت اترفضت، قلت لهم طب ليه اترفضت؟ قالوا لها اصل هي جاوبت على الاسئله بالظبط، ما كانتش يعني كده بتتكلم بانطلاق، كانت بس يعني بتجاوب على الاسئله. يعني لو جاوبت تترفض، لو ما جاوبتش تترفض. اه يعني لو كتر يعني خيرها يا جماعه ان هي جاوبت. طيب يعني انا بشكرك يا استاذه مي، الاستاذه مي ماجد عضو حمله لا للمقابلات المدارس.